بسم الله الرحمن الرحيم أيث مثلا إلى قلع عبد مريت عيشي دونيس إلى قد يوزني مانيس يقرد النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعامل لما بعد الموت أنقرس نكون استقفيليث أخيس أنقرنس دوك سفرو أيولي وزني مانيك أيولي وعبري مانيك أتحصود أشوث وزناد أسمارك كيوني فدنيك أكرهن ويز حملاض حشر بذا حنينيك مث فغيضة السيناض أقلاغي الشهر رمضان إلا قن وزني مانا أشحال العبادي قلان والزمان إلين دي أسقو سقين مظليثا أشحال العباد إلا نصحان يا رمضان يعدان أسقو سقين أهنا دي المستشفيات أشحال العبادي قلان تصوزو من يذنا تشاركنا الصيام أسقو سقي ثكسا سنت تزمرت ماري والي بنادم في سواعين أجي إلا قد يحصو باللي كميم كنين أروايا جين لحو أسقو سقي الصحة قبل يزمر تصحي ضارة أسقو سقي ضحى نزمر قبل يزمر تكس تزمرت إلا قد الإنسان أذي بروفيتي هي الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة تم زواروت أدي مكثيثة ظليث أدي بدر ظليثينس في السنات أدي مكثي الطاعة الوالدين يقرأ الشيخ مهند الحسين الدين الدين الطاعة الوالدين كل شيء أهان دين العبد مازال يسعان الوالدين يسد الحيين إلا قيت مثلا يخدم الإحسان أهني الصفراح أدي قيم يدسان أسني ظلف الدعوة الخير أسني الدوي الفغير العبد يسعان الوالدين ينسموثان إلا قهني دين مكثير أم خير أهني دين مكثير أدي تصدق في اللسان أسني قار الدعوة الخير أدي تروحوا روز كانسن أدي أوي الدعاء عند دينا ربي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا الوالدينين كذلك أهني دمك ثير سوا شو ما راث روحا ضاري يستماك أروي ثماك وتنتقطع ضارا أتسقسيض في اللسان الوالدينين أهني دمك ثير ما رد تفضم كان نسن داخل الله سوسيتي أما قذروم أما يثدارث أما العرش أتسلحون ستروك زاني يخدمان الوالدينينك وكتشجار الفراكان سن ماذا قلا تشفيض دغور الصن ذايمي إغد قاران إمو السناوان أكوني من عربي دعو سو الوالدين قارن دعو سو الوالدين ثوعار تفلو ثغلف في رصاصين ماذا كيهيدا في الدريا إلى عمر أرس ذوك الرصين ماذا قلا كيهيدا في الصحة أكغان فين طبك ذاوين أي ثمثن أقلغي الشهر رمضان إلى قل عبد يغفل لرا إلى قل عبد يجهل لرا إلى قل عبد أذي حسن أقلاغ سيدي باساجي سيرتير خدمة الخير أتفهم الخير أكوني جعل ربي قث الخير أذي عفو ربي في الأغض في اللوان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.